السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم عندنا خبر يثبت كذلك حجم الفساد بسبب الحالة الاقتصادية السيئة في لبنان. فاليوم قدر لطف رب العالمين وما صارت كارثة في لبنان، وهي أيضا ما ناقصة ضحايا وكوارث. طبعا علق اليوم عدد من اللبنانيين من مختلف الأعمار في مقطورات وعربات تلفريك جوني اللي في لبنان، اللي هو التلفريك هذا من معالم لبنان السياحية، واللي هو أيضا بإدارة مشتركة شركة استثمارية بين شركاء لبنانيين والشركة الفرنسية الأم اللي تنظم التلفريك، ليس فقط في لبنان بل في كثير دول. طبعا بسبب عطل فني أدى لاتصال المقطورات بالتلفريك، فاستعانوا الشركة طبعا ما قدرت بجهودها الذاتية أن تنقذ العالقين، فاضطرت إلى استعانة بالجيش والسلطات المحلية والبلديات اللبنانية، واستطاعت مروحيات الجيش اللبناني أيضا رافعات عملاقة من البلدية وللجيش في إنقاذ العالقين. نزلتهم طرق مختلفة، تارة بالسمتية وتارة بالرافعات، والحمد لله انقذوهم بدون أي ضحايا. وطبعا الشركة هذه يعني هي من أقدم المعالم، فتشهد حوادث كثيرة لكن مو خطيرة بهالخطورة هاي. الخطورة أحد الكابلات الرابطة اللي تسحب القاطرات قبل سنوات انقطع، لكن بهاي الفترات ما تشهدش حوادث خطيرة. هذا الحادث أعتقد أنه يعطي ضوء أخضر للسلطات اللبنانية حتى تضغط على الشركة أن تحسن من أدائها، حتى ما يحدث أمر ما لا تحدث لا تحمد عقباه، خصوصا لبنان ما يحتاج، يعني مو ناقص أصلا مشاكل. فالسلام للجميع، وإن شاء الله الإخوان اللبنانيين. الشركة كذلك مشغلة وهي مستثمرة، فيفترض أن تطور من عمل هذا المعلم السياحي والاستثماري حتى ما تتعرض الإخوان اللبنانيين اللي هم أكثر شيء يستخدمون التلفريك حاليا، لأن السياحة في لبنان الخارجية شبه يعني ضعيفة جدا. فأتمنى أن الشركة تنتبه إلى هاي الأمور لأن تؤدي إلى عواقب وخيمة.